يعني شنو؟ لمتى هذه بتخرب حياتنا؟ مو انت داق عليها قدامي قايل لها ما بي ورد ما بي زفت ما بي اي شيء من عندك، ليش الا تبي تخرب حياتنا؟ زين خلاص اهدي شوي خلينا نتفاهم. انت فاهم على شنو؟ قول لي انت فاهم على شنو؟ بعدين تعال انت ليكون موديني دبي قاص علي وانت للحين على علاقه فيها وانا غبيه مصدقه. انت مصدقك؟ لا لا جد تكلمين ولا شنو؟ الحين انا لو بيني وبينها شيء كان اتصلت عليك عشان اتشكرك على الورد اللي عبالي انه منك. هاي ليش دراك انه منها؟ صبر جميل الله المستعان. احر ما عندي ابرد ما عندك، يعني ايش دراك انه منها؟ عرفته خلاص بس عادي يا حبيبتي بس ابيش تقدرين شيء واحد، ان انا هديت الدوام وجيت لي عندك عشان اتفاهم وياك، ما هان علي انطر لين تخلص دواماتنا. تكفين قدري هالشيء خلاص عاد. كوني بخير. جراح مو علي لازم تطلع الحين، اكيد اهل دانا على وصول. ماشي. تكفين طمنيني عليها. قولي لها ان ما بيني وبين مريم شيء. مريم؟ ايه انا راح اتصل عليك وافهمك السالفه كلها. بس عافيه اول ما تصحى طمنيني عليها. ماشي لا تحاتي. لو بمسج. ان شاء الله. يلا مع السلامه.